السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، كيفكم اليوم؟ مستمتعون بالدرس؟ إذن أهلا بكم أحبائي إلى درسنا اليوم، وسوف ندرس المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة من كتاب التهيئة والاستعداد. إذن سوف ندرس مادة لغتي خلال الفصل الدراسي الأول، سوف ندرس كتاب التهيئة والاستعداد المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة. إذن مستعدون؟ هيا بنا. إذن سوف ندرس بإذن الله المجموعة السابعة. دعونا نتعرف على هذه الصورة ونتحدث عنها. إذن نلاحظ، ما الفرق بين الصورتين؟ إذن ما الفرق؟ أحسنتم، بارك الله فيكم يا أبنائي. إذن في هذه الصورة نجد شمس، وهذا قد لبس ملابس الصيف. أما في الصورة الثانية فتتحدث الصورة بأن هناك برد قارس، وهذا قد لبس ملابس الشتاء. إذن هذه الصورة وقعت في فصل الصيف، أما هذه الصورة قد وقعت في فصل الشتاء. إذن في فصل الصيف يكون الجو حار، أما في فصل الشتاء يكون الجو بارد. إذن في فصل الصيف يكون الجو حار، أما في فصل الصيف يكون الجو بارد. بارك الله فيكم يا أحبائي، ننتقل بعدها إلى هذه الصفحة ونذكر أسماء الأشياء المفقودة في الصورة الثانية. إذن نلاحظ الصور، نتعرف على الصور، ونلاحظ أن هناك صورا فقدت. إذن أيضا هناك صور غير موجودة في هذه الصورة. إذن ما هذه الصور؟ نضع دائرة، هذه موجودة، 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 وهذه الصورة موجودة، موجود. أحسنتم، إذن إنها صورة البالونات، البالونات غير موجودة. ممتازين، إذن البالونات غير موجودة، والكرة، الكرة أيضا غير موجودة، والسنجاب، أحسنتم، غير موجودة. إذا لدينا ثلاثة صور غير موجودة في الصورة الثانية، صورة البالونات، وصورة الكرة الصغيرة، وصورة السنجاب. إذا بارك الله فيكم يا أبطال، عرفنا أن هناك ثلاثة صور غير موجودة، البالونات والكرة الصغيرة والسنجاب. أحسنتم يا أحبائي، بارك الله فيكم. في هذه الصفحة سوف نتعرف على هذه الصور، ثم نضع خطا تحت الصورة التي نسمع اسمها. ما هذا؟ ما هذا؟ إنه لسان، وهذه أذن. إذن لسان، أذن، أنف، أنف، يد، يد، عين، عين. إذا لسان، أذن، أنف، يد، عين، هذه خمسة صور. اللسان نتذوق به، والأذن نسمع بها، والأنف نشم من خلاله، واليد نمسك الأشياء بها، أما العين فنرى من خلالها. إذن هذه تسمى الحواس الخمس. ماذا تسمى؟
ممتازين، أحسنتم. الحواس الخمس، ماذا؟ أحسنتم، إنها ما اسمها؟ الحواس الخمس. إذن اللسان والأذن والأنف واليد ثم العين. الآن دعونا نضع خطا تحت الصورة التي نسمع اسمها العين. أنتم نضع خطا تحت صورة العين، الأذن. بارك الله فيكم. اللسان، الأنف، ممتازين. اليد، أحسنتم يا أحبائي، بارك الله فيكم. إذن لدينا اللسان والأذن والأنف والعين واليد. بارك الله فيكم يا أبطال، أحسنتم. هنا نصل بين الشيء وضده. إذن لابد أن نعرف الشيء وضده. مثلا إذا كان حار يكون ضده بارد، أسود ضده أبيض. أحسنتم. إذن هذا هو معنى الضد. إذن الضد هو العكس. نلاحظ هذا ساخن، ضده ماذا؟ إذن أحسنتم، هذا هو الذي ضده، البارد. إذن نضع خطا، نصل خطا بين الساخن والبارد. إذن ساخن بارد. أيضا هنا نار وضدها ما ضدها؟ ممتازين، بارك الله فيكم. إذن ضدها الماء، الماء بارد. إذن النار ضدها الماء، والشمس ضدها القمر. إذن الشمس ضدها القمر، الليل ضده النهار. إذن الشمس في النهار والقمر في الليل. أحسنتم يا أبطال، اليوم ممتازين أبطال. وفي هذه الصفحة سوف نلون هذا التمساح ونستخدم الطريقة الصحيحة التي ذكرناها لكم في الدرس السابق، هي طريقة مسك القلم. إذن يا أبنائي لابد أن نمسك القلم بالطريقة الصحيحة. أحسنتم يا أحبائي. إذن نلون بالطريقة الصحيحة لمسك القلم. نمسك القلم بالطريقة الصحيحة ثم نلون هذه الصورة، وأيضا نلون هذه الصورة الثانية. إذا لدينا هنا تلوين، وأيضا في هذه الصفحة تلوين. في هذه الصفحة نلاحظ ونلون. إذن نلاحظ بعض الصور إذن صورة ماذا؟ أسد، 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 تبدأ بحرف أ أ أ. إذن أسد أ، أسد أ، ممتازين. ما هذه الصورة؟ ماذا؟ بارك الله فيكم، نعم صورة طاووس. صورة ماذا؟ طاووس، يبدأ بحرف ط ط ط.
طاووس، طا طا. وأيضا من يذكر هذه الصورة؟ صورة ماذا؟ بارك الله فيكم، زرافة. زرافة، ز ز ز، زرافة، ز. وهذا صورة ماذا؟ بارك الله فيكم، صورة ولد. ولد، و و ولد، و. أحسنتم يا أبطال. والآن نتذكرها مرة أخرى. أسد، آ. أسد، آ. طاووس، طا. طاووس، طا. زرافة، زا. زرافة، زا. ولد، و. ولد، و. ونلون هذه الأحرف بالألوان المناسبة. نلون حرف الآء باللون البرتقالي مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، ونلون حرف الطاء باللون الأخضر أيضا مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وحرف الزاء باللون الأزرق مستخدمين أيضا الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وأيضا حرف الواء باللون الوردي. إذن بارك الله فيكم يا أحبائي، كم أنتم رائعون. انتهينا من المجموعة السابعة، نعيدها مرة أخرى. نعيد المجموعة السابعة. إذن درسنا وتعرفنا على هذه الصورة، وقلنا أنها فصل الصيف وفصل الشتاء. هنا فصل الصيف وهنا فصل الشتاء. أما في هذه الصفحة فاكتشفنا الصورة المفقودة في الصفحة أو في الصورة الثانية، وهي صورة السنجاب والكرة الصغيرة والبالونة. إذن اكتشفنا ثلاثة صور. في الصفحة التي بعدها تعرفنا على الحواس الخمس. إذن تعرفنا على الحواس الخمس، وفي هذه الصفحة وصلنا بين الشيء وضده. إذن وصلنا بين الشيء وضده، ونقول أن الحار ضده بارد، والليل ضده النهار، والشمس ضدها القمر. بارك الله فيكم يا أحبائي. ولونا هذه الصورة بالألوان المناسبة مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وأيضا الصفحة الثانية مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وتعرفنا على هذه الأحرف. أسد، آ. أسد، آ. طاووس، طا. طاووس، طا. زرافة، زا. زرافة، زا. ولد، و. ولد، و. إذن انتهينا من المجموعة السابعة، والآن ننتقل إلى المجموعة الثامنة. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية يا أبطال، وندرس فيها وننظر إلى هذه الصورة ونتعرف على هذه الصور. إذن هنا أحلام وجدت أقلامها ودفاترها مبعثرة، واكتشفت أن أخيها الصغير هو من بعثر بالأقلام. إذن ماذا يجب علينا يا أبنائي؟
يجب علينا أن نحافظ على أقلامنا وعلى كتبنا، ونقوم ونبعادها. إذن يا أحبائي، يجب علينا أن نحافظ على أقلامنا وعلى دفاترنا كما نلاحظ في هذه الصورة. وفي هذه الصفحة نتذكر جيدا ونعيد عليكم الطريقة الصحيحة لمسك القلم. يعني يا أبنائي، نتذكر هذه الصفحة ونتذكر هذه الصورة جيدا، وهي الطريقة الصحيحة لمسك القلم. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم. والآن نمسك القلم في هذه الصفحة، ثم نمرر باتجاه السهم إلى أن نصل إلى النهاية. إذن يا أبنائي، نمسك القلم. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعكم، أتقن الطريقة، أحسنتم، رائعون. إذن أنتم أبطال، مسكتم القلم بالطريقة الصحيحة. إذا نمسك القلم من هنا، ثم نمرر إلى أن نصل إلى الطرف مرة أخرى، ثم نذهب إلى المثلث، ومن هنا إلى هنا، ثم إلى أن نصل إلى الطرف الثاني مرة أخرى. إذن بارك الله فيكم. وأيضا نذهب إلى المربع، لكن يا أبطال، في المربع وفي المثلث لا نستخدم المسطرة، فقط القلم. إذن فقط القلم. بارك الله فيكم يا أحبائي، شكرا على استماعكم. أما في هذا الدرس فسوف نكتشف الشيء المختلف. إذا ما الشيء المختلف؟ نلاحظ حرف ما، 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 لا. إذا ما هو الشيء المختلف؟ أين الحرف المختلف؟ بارك الله فيكم، أحسنتم، إنه حرف اللا، إنه حرف اللا. أما في هذه الصورة، أين الحرف المختلف؟ و و و لا. أحسنتم، إنه حرف نا، هو الحرف المختلف. إذا بارك الله فيكم يا أحبائي، هذا هو الحرف المختلف، وهنا هذا هو الحرف المختلف. في هذه الصفحة سوف نتعلم ما هو الأسرع من هذه الصور. إذا لدينا صورة قطار وطائرة وسيارة، ما هو الأسرع بينهم؟ ما هو الأسرع؟ أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. إذن الطائرة هي الأسرع. إذن الطائرة هي الأسرع. إذن الآن نلون الأسرع. لون ماذا؟ الأسرع. ما هو الأسرع؟ الطائرة، بارك الله فيكم. إذن نلون الآن الطائرة لأنها هي الأسرع. وهنا في هذا الدرس سوف نصل بين الأشياء التي لا صلة بعضها ببعض. إذا لدينا المصباح أو صلة باللمبة، والمفتاح للبراغي، والمعجون بالفرشاة، والمزاز بالكوب، والقلم بالبراية، والحاسوب بالماوس، والمكنسة
بأداة جمع القمامة. إذن هنا في هذه الصفحة وصلنا بين الأشياء التي لها صلة بعضها ببعض. بارك الله فيكم يا أحبائي. وأيضا نصل هنا البيض بالدجاج، والشاي والكوب بالإبريق، والمفتاح بالقفل. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. وهنا نتعرف على هذه الصور وندرس حروفها. جمل، 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 ج، جمل، ج، شجرة، ش، 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 شجرة، ش، ضفدع، ض، ضفدع، ض، عين، ع، عين، ع. إذا مرة أخرى، جمل، ج، جمل، ج، شجرة، ش، شجرة، ش، ضفدع، ض، ضفدع، ض، عين، ع. ونلون بالألوان المناسبة. إذا نلون حرف الجاء باللون البرتقالي مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وحرف الشاء باللون الأخضر أيضا مستخدمين الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وحرف الظاء باللون الأزرق مستخدمين أيضا الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وحرف العاء باللون الوردي مستخدمين أيضا الطريقة الصحيحة لمسك القلم. بارك الله فيكم يا أبنائي، بهذا ننتهي من المجموعة الثامنة، والآن نعيد عليكم ما درسناه في المجموعة الثامنة. إذن درسنا المجموعة الثامنة، ماذا درسنا بها؟ تعرفنا على أن نحافظ على أقلامنا وكتبنا، أيضا تذكرنا الطريقة الصحيحة لمسك القلم، ومررنا باتجاه السهم أيضا، اكتشفنا الحروف المختلفة في هذه الصور، وأيضا لونا وسيلة المواصلات الأسرع، واكتشفنا أن الطائرة هي الأسرع. وفي هذه الصفحة وصلنا بين الأشياء التي لها صلة بعضها ببعض. وأيضا في هذه الصفحة ثم تعرفنا على هذه الصور وهذه الأحرف. جاء جمل، شاء شجرة، ضاء ضفدع، عاء عين. بارك الله فيكم يا أبنائي، شكرا لكم على مشاركتكم واستماعكم، وهذه نجوم لكل واحد منكم. بارك الله فيكم يا أبنائي، شكرا لكم، نلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.